وسهلا بكم في قناة دروس مجانية. النهاردة نشرح الحلقة الثانية في مادة الإحصاء للفرقة الأولى الترم الثاني درس الوسيط. يبقى أول حاجة نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح درس يا جماعة، درس الوسيط. طبعا درس الوسيط بإذن الله مشابه للدرس اللي هو الوسط الحساب اللي شرحناه قبل كده. درس الوسيط برضو درس سهل يا جماعة وبسيط، ولكن أصعب حاجة بسيطة. أصعب إيه؟ حاجة بسيطة، ولكن هو مشابه في حكاية الأنبوبة أو النعيم اللي هو الوسيط للبيانات المنبوبة والوسيط للبيانات غير المنبوبة. يبقى عندنا أول حاجة نوعين يا جماعة، أنواع الوسيط اللي هو الوسيط للبيانات المنبوبة، وعندنا الوسيط للبيانات غير المنبوبة. أرجع أذكركم مرة تانية، يا ريت يا جماعة أي حاجة معكتبها تكتبها ورايا، ما تسمعش الفيديو لوحدك أو ما تنزلش الفيديو على طول عشان الاستفادة توصلك لك أنت وتوصلي لي أنا، أو أقدر يعني إن أنا أساعدكم. لو أنت مشترك في القناة فعل الجرس ولايك في الفيديو وقول رأيك في الكومنت، تمام؟ لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس وبرضو لايك للفيديو. بالنسبة للوسيط يا جماعة قلنا النوعين، في نوعين، الوسيط للبيانات المنبوبة والوسيط للبيانات غير المنبوبة. زي ما احنا متعودين هنشرح واحد ثم الآخر. أظن إن القلم شطب فأنا هشرح بالقلم الثاني. معانا أول حاجة اللي هو الوسيط للبيانات غير المنبوبة، تمام؟ بالنسبة للوسيط يا جماعة للبيانات غير المنبوبة في خطوات للحل وفي أكتر من خطوة، في خطوات حل وفي يا جماعة في أكتر من خطوة. أول حاجة يا جماعة هي تكوين الجدول، تكوين الجدول، وبرضو الجدول هيختلف عن درس الوسط الحسابي. تكوين الجدول، وهتعرف الجدول أنت يا جماعة هتعرفه في المثال، يعني بعد ما أدي مثال بإذن الله أنت هتعرف الجدول متكون من إيه بالظبط، تمام؟ تاني حاجة اللي هو الوسيط نفسه. الوسيط بيساوي ايه بالظبط؟ بيساوي ألف زائد وراح عامل علامة قسمة، وبعد كده ت ناقص كاف واحد على كاف اتنين ناقص كاف واحد. الحاجات دي ثابتة يا جماعة، في لام، في يا جماعة في لام. القانون الثالث هو اخر قانون اللي هو ت، اللي هو يا جماعه اللي هو ت، ت بتساوي ايه؟ ت بتساوي مجموع كاف على 2. مجموع كاف على ايه يا جماعه؟ على 2. تعالوا نتعرف على الف معناها ايه وت معناها ايه وكاف معناها ايه ولام معناها ايه. تعالوا نقول الف وهي بدايه الفئه، الف بتساوي بدايه الفئه. ملحوظ يا جماعة اللي هو الرمز الفئة اللي أنا شرحته قبل كده في الوسط الحساب هو معناه الفئة أصلا، خلاص؟ بعد كده لام، لام بتساوي إيه؟ اللي هو طول الفئة، طول الفئة. يبقى لام طول إيه يا جماعة؟ طول الفئة. في مجهول تاني برضو اللي هو الت، قلنا ت معناه يا جماعة؟ ترتيب الفئة، ترتيب الفئة، تمام؟ معانا كاف واحد بيساوي تكرار سابق، تكرار ايه؟ تكرار سابق. معانا كاف اتنين بيساوي تكرار لاحق. الكلام ده يا جماعة هتعرفه في المثال، الكلام ده هتعرفه في المثال بإذن الله تعالى. تعالوا ندي مثال، الكلام ده مهم يا جماعة، بداية انك انت تحل اي مثال او تفهم اي درس لازم تعرف خطوات الحل، لازم تعرف ايه يا جماعة
خطوات الحل، ثم تطبق خطوات الحل بالترتيب بالخطوة يعني تشتغل بيها في المثال لحد ما تخلص المثال. هنقول مثال: أوجد الوسيط. أوجد الوسيط، وهيدي لك جدول. هيدي لك ايه؟ هيدي لك جدول، اظن ان هو نفس الجدول اللي هو فين وكاف، ومدينا 10 20 30 40 50 إلى 60، تمام. وبعد كده مجموع كاف، مجموع ايه؟ مجموع كاف. بعد كده 3 دي 10 يا جماعة عشان محدش يتلخبط فيهم. 3 14 16 11 6، المجموع بتاعهم بيساوي 50. مجموع كاف بتساوي كام؟ 50. تعال نحل. الحل يا جماعة بيقول ايه؟ تعال نرتب اول خطوة. اول خطوة عندنا ايه؟ تكوين الجدول. يبقى نحن هنكون جدول. تكوين الجدول، الجدول متكون من خانتين بس. متكون من خانتين بس اللي هو متكون من حدود عليا للفئات، ومتكون من تكرار متجمع ساعد. متكون من ايه؟ حدود عليا للفئات، ومتكون من تكرار متجمع ساعد. تعال نبدأ يعني نرص الأرقام اللي هي موجودة في الجدول أو في المثال. أول حاجة عندنا يا جماعة هنا ايه؟ حدود عليا للفئات. الحدود العليا للفئات اللي هي كام؟ أقل من 10. أقل من 10. الأقل من 10 يا جماعة في التكرار، تكرار المتجمع الصاعد اللي هو جاي بزاوية، اللي هو جاي ايه؟ بزاوية، اللي هو جاي كده يا جماعة. اللي هو العشرة تحتيها كام؟ تحتيها 3، اللي قبل التلاتة كام؟ مفيش أرقام، فهيبقى صفر. هيبقى كام؟ هيبقى صفر. طب أقل من الرقم اللي بعده كام؟ 20. الأقل من 20 بزاوية برضه يا جماعة كده هيساوي كام؟ 3. طب أقل من 30. أقل من 30. الأقل من 30 14، وفي 3 يبقوا 17، تمام. أقل من 40. الأقل من 40 يا جماعة بزاوية كده، خليكم معايا علشان تفهم الدرس. الأقل من 40، اللي تحت ال 40 11، اللي قبل 11 16، 16 ثم اللي بعده، يعني 16 ومعانا 17 يبقوا 33، تمام. وبعد كده أقل من 50، الأقل من 50 11 صح، واللي قبليها يبقى 11 ثم 33، يبقى أقل من الخمسين بيساوي كام؟ 11 و 33 هيساوي 44. بعد كده أقل من 60 اللي هو آخر رقم يا جماعة، أقل من 60 اللي هو كام؟ 6. 6 وال 44 هما بيساوي 50، اللي هما مجموع كاف، اللي هما يا جماعة مجموع كاف. تعالى نقسم الأرقام بالنص. نقسم إيه؟ الأرقام بالنص، ثم ناخد الرقم اللي من فوق ده على طول. دي قاعدة ثابتة يا جماعة، انك انت تقسم الجدول بالنص ثم تاخد الرقم اللي فوق الخط على طول. الفوق الخط على طول يا جماعة هو هيبقى ف ألف اللي هو بداية الفئة. يبقى ألف اللي هي يا جماعة بداية الفئة. اللي فوق الخط هيبقى تكرار سابق. تكرار سابق اللي هو ايه اصلا؟ كاف واحد، تمام. اللي تحت الخط هيبقى كاف اتنين وتكرار لاحق. الحاجات دي يا جماعة ثابتة علشان ما حدش يقول لي انا ما فهمتش الدرس. هنبدأ اقل من اقل من اقل من
عشان نجيب اقل من العشرة لازم نجيب الرقم اللي قبل اللي تحت العشرة، يعني اللي تحت العشرة كام؟ 3، اللي قبله كام؟ مفيش، فهيبقى 0. بعد كده اقل من العشرين، اقل من عشرين بزاوية كده هتلاقيها 3، اقل من 30 بزاوية ثم اللي قبليه، يعني اللي اقل من 30 كام؟ 14، ثم اللي قبله 3 يبقوا 17، وهكذا يا جماعة لحد ما تخلص كل الجدول بإذن الله. عندنا نحن المجهول ايه هو يا جماعة؟ عندنا المجهول الف وعرفنا الالف، عندنا لام ومش عارفين اللام. اللام يا جماعة اللي هو طول الفئة، اللام اللي هو طول ايه يا جماعة؟ الفئة، يعني الفئة بتزيد بكام؟ معنى 10 20 30 40 50 60، يبقى لام بكام يا جماعة؟ لام بعشرة، يعني الزيادة اللي هتزيد فيها ف اللي هو طول الفئة يا جماعة اللي بتزيد فيها ف، ف بتزيد بعشرة يبقى لام بعشرة، ف بتزيد بعشرين يبقى لام بعشرين. يبقى نحن عرفنا ألف وعرفنا لام وعرفنا كاف واحد وعرفنا كاف اتنين. طب ت دي نحن مش عارفينها، ولكن ليها قانون اللي هو مجموع كاف على اتنين. تعالى نحن طبقنا أول خطوة اللي هي تكوين الجدول صح، وطلعنا المجاهيل، يبقى معنا القانون الثاني اللي هو الوسيط. الوسيط بيساوي، طبعا الوسيط مش هنعرف نجيبه علشان معانا ت مجهولة، فنحن هنضطر نجيب ت الأول. ت بتساوي مجموع كاف على اتنين، مجموع كاف بكام يا جماعة؟ 50 على اتنين بيساوي 25، بيساوي كام؟ 25. تعال نطبق القانون اللي هنا، معانا ت، ت بكام؟ 25 ناقص كاف واحد، كاف واحد هو مدوني بكام هنا؟ ب 17 على كاف اتنين ناقص كاف واحد، كاف اتنين بكام؟ 33 ناقص كاف واحد اللي هو 17، في لام، لام طلعناها بكام؟ بعشرة، بيساوي بالآلة حاسبة طلع لك الوسيط بكام. تعال نجيب الآلة حاسبة نحسبها مع بعض، هنعمل علامة القسمة، هنقول 25 ناقص 17 على 33 ناقص 17 في لام اللي هو كام؟ 10 بيساوي 5. يبقى الناتج الاخران الوسيط يا جماعه بيساوي 5. يبقى اذا الوسيط بيساوي 5. اظن الدرس سهل، بس مضطر انك انت تحفظ خطوات الحل زي ما قلت لكم يا جماعه، الكل في الكل خطوات الحل. لو انت عرفت خطوات الحل كلها اعرف انك انت هتعرف تحل اي مثال قدامك، هتعرف تحله. احفظ خطوات الحل وحل مثال او اتنين او نفس المثال، بس حله مرتين او ثلاث مرات لحد ما تاخد يدك على الحل. يعني انا قدام الوسيط ومديني جدول هحل ازاي؟ يبقى انا هضطر ان انا اعمل اول حاجه جدول حدود عليا للفئات والتكرار المتجمع صاعد، وبعد كده اقول اقل من الفئات اللي هو حدود عليا للفئات. فيه يا جماعه معناها الفئه، تمام؟ فيه معناها فئه، وكاف معناها تكرار. فانا لما اقول حدود عليا للفئات يبقى اقل من الارقام بتاعت الفئات اللي هي 10، اقل من 10 بزاويه كده هتلاقيها 0، اقل من 20 بزاويه كده هتلاقيها 3، اقل من 30 بزاويه كده هتاخد ال 14 واللي قبليها، تمام؟ الوسيط للبيانات غير المنبوبه درس سهل وبسيط، بس كل اللي عايزه منك تركز شوي وتكتب خطوات الحل وتكتب الكلام. يعني لام ده ممكن انت تكتبها بطريقتك، كل واحد له طريقه في القراءه. يعني بدل ما انت تكتب طول الفئه مش هتعرف طول الفئه، هتضطر انك انت تحفظ الارقام طول الفئه، لا اللي هي الزياده في الفئه. ممكن انت بطريقه حلك او طريقه مذاكرتك تكتب ف لام بتساوي الزياده في ف، تمام؟ يعني انت لو كل واحد له طريقه حل برضه لام، بدل ما تكتب طول الفئه تقدر تكتب الزياده في ف، في وبين قوسين ف. يبقى انت عارف الزياده، مقدار الزياده هو كام، يعني لما اقول لي لام بكام هشوف الزياده في ف وهطلع لام، تمام؟ ده بالنسبه يا جماعه الوسيط للبيانات غير المنبوبه. هناخد الوسيط للبيانات المنبوبه، ملحوظ يا جماعه يعني انا لو غلطت في الكلام، دي البيانات المنبوبه مش غير المنبوبه، تمام؟ انا بس خدنا الشرح او خدنا الكلام
ده الوسيط للبيانات المنبوبه يا جماعه. خطوات الحياه دي كلها للبيانات المنبوبه، حتى لو انت ركزت معايا انواع الوسيط اللي هو الوسيط للبيانات المنبوبه. يبقى اول حاجه الوسيط للبيانات المنبوبه، بعد كده هناخد غير المنبوبه، هنمسح الكلام ده البيانات غير المنبوبة يا جماعة. سهل جدا، سهل ايه؟ سهل جدا، وبإذن الله هتفهمه بكل سهولة. يعني هو ما فيهوش حاجة صعبة، يعني كل اللي فيها انك انت هترتبهم وهتاخد اكتر رقم، اكبر رقم، يعني هترتبهم ليهم قانونين بس. يبقى هناخد الوسيط للبيانات غير المنبوبة اللي خدناه دلوقتي يا جماعة للبيانات المنبوبة، اما اللي هناخده ده بيانات غير المنبوبة، علشان ما يحدش يتلخبط. لو انت بتكتب ورايا فانت اشطب على كلمة غير، تمام. هناخد البيانات غير المنبوبة، خطوات الحل بتاعتنا، خطوات الحل. واحد، ترتيب البيانات تصاعديا او تنازليا. يعني معنى ذلك انك انت هترتب الارقام من تحت لفوق، او من الصغير للاكبر، او من الاكبر للاصغر. اللي انت عايزه رتبه زي ما انت عايز، تمام. بالنسبة ده ترتيب البيانات تصاعديا او تنازليا، دي اول خطوة. تاني خطوة وهي تحديد ترتيب الوسيط. ازاي تحديد ترتيب الوسيط؟ هتعرف تحدده اما فردي او زوجي، يعني اما الارقام فردية اللي هم 5 ارقام مثلا او 6 ارقام. لو كانوا 5 ارقام هيبقى فردي، كان 6 ارقام هيبقى زوجك. ده بالنسبة يا جماعة الخطوات الحل. طب تعالى كده معانا قانونين كده صغيرين لازم تعرفهم. معانا القوانين، في قانونين صغيرين لازم تعرفهم للفردي وللزوجي. تعالى ناخد اول قانون اللي هو الفردي، اللي هو ايه؟ الفردي. يبقى الوسيط، مش هكتب كلمة الفرد يا جماعة علشان ما ينفعش ان انا اكتب فردي، انت هتحددها فردي او زوجي لوحدك في المثال. فانا هقول الوسيط للفردي بيساوي نون زائد 1/2، تمام. اذا كان ايه؟ اذا كان فرديا، تمام. طيب 2 الوسيط بيساوي نون على 2 اذا كان زوجي. اذا كان يا جماعة اذا كان زوجي. طب ناخد مثال على الكلام ده عشان نختصر الكلام ده كله. هم 4 خطوات او خطوتيا وقانونيا وسهلين جدا. القانون انا شايفه مش صعب خالص. لو فردي هتزوج له 1 عشان يبقى زوج، يعني لو زوج يبقى خلاص هو القانون 1 على طول، تمام. يعني هو المفروض قانون 1، يعني هو بس هو بيقول لك عشان لازم الرقم يطلع صحيح. لو فردي يبقى زوجي، لو زوجي يبقى فردي، تمام. تعال ناخد المثال، بيقول لك اوجد الوسيط، مدي لك 14، مدي لك 25، ومدي لك 39، ومدي لك 12، ومدي لك 34، ومدي لك 20، ومدي لك اخر حاجة 40. مدي لك اخر حاجة ايه؟ 40. تعالى الحل. الحل بيساوي، نعد الارقام الاول. اول حاجة نشوف نحن ترتيب اول خطوات الحل. اول حاجة ترتيب الوسيط البيانات تصاعديا او تنازليا. تعالى نرتب البيانات من الاصغر للاكبر او من الاكبر للاصغر. تعالى نشوف اصغر رقم نقراهم الاول: 14، 25، 39، 12، 24، 20، 40. يبقى اول رقم معانا اللي هو 12. نبدا نرتبهم من فوق وبعد كده نرتبهم على طول تحت.
معانا اصغر رقم اللي هو كام؟ 12. بعد كده الرقم اللي بعده هنقعد ندور في الارقام هنلاقي ال 14. بعد كده الرقم اللي بعد ال 14 اللي هو ال 20. ال 20 اللي هو رقم 3 يا جماعه، الرقم الثالث، تمام؟ وبعد كده الرقم اللي بعده هتلاقي 25 اللي هو الرقم الرابع. وبعد كده اللي بعد ال 25 هتلاقي 34 اللي هو، عذرا يا جماعه، الرقم ده 34 مش 24، تمام؟ يبقى الرقم اللي بعده على طول 34 اللي هو رقم 5. بعد كده بعد ال 34 هتلاقي 39. بعد كده اخر رقم اللي هو 40 اللي هو 7 ارقام. يبقى نحن ترتيب البيانات، اول خطوه عندنا ترتيب البيانات، هنقول اول رقم اللي هو 12، واحد ترتيب البيانات، تمام، بتساوي اول رقم عندنا 12 والرقم الثاني 14 والرقم اللي بعده اللي هو 20 والرقم اللي بعد 20 اللي هو 25 والرقم اللي بعد 25 اللي هو 34 والرقم اللي بعد 34 39 والرقم اللي بعد 39 40 اللي هو اخر رقم. تعال نعد الارقام 1 2 3 4 5 6 7، يبقى نفس الارقام. 2 تحديد ترتيب الوسيط، الوسيط فردي ولا زوجي؟ لو تعد الارقام 1 2 3 4 5 6 7 يبقى فردي، فردي. اذا نون بتساوي، قلنا يا جماعه تحديد الوسيط بيساوي الوسيط فردي، تمام؟ طالما تحديد ترتيب الوسيط بيساوي فردي، انا هشوف الارقام كم رقم؟ 1 2 3 4 5 6 7، يبقى 7 ارقام. بتكون من كم رقم؟ من 7 ارقام. هنشوف الرقم في النص او الرقم الوسيط من نفسه يا جماعه، الدرس من نفسه هو بيقول لك تحديد الوسيط او الرقم اللي في النص، الوسط اللي بينهم. هنعد 1 2 3 4 5 6 7 من غير مذاكره ومن غير تركيز ومن غير اي حاجه خالص، انت من نفسك بقول لك طلع الرقم اللي في النص. هتلاقي نفسك هتقول 1 2 3 و1 2 3، يبقى الرقم اللي في النص اللي هو كام؟ 25. يبقى ن بتساوي 25. لما انت تيجي تطبق ثالث خطوه وهي القانون، الوسيط بيساوي، انا استخدم الوسيط اللي هو الفردي يا جماعه، الوسيط الفردي بيساوي ن زائد 1. ن بكام؟ 25 زائد 1، يبقى 25 زائد 1 هيبقوا 26. على 2 بيساوي 26 على 2 فيها ال 13. يبقى الوسيط يا جماعه بيساوي كام؟ بيساوي 13. اظن الدرس سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. كل اللي عليك انك انت تحفظ خطوات الحل وتحفظ القوانين وتحل مره واثنين وثلاثه واربعه، حتى لو على نفس المثال، حتى لو على نفس المثال تحل مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما اصلا الدرس يبقى داخل دماغك خالص. حتى لو مش هتذاكر هتلاقي نفسك فاهم الدرس. يا ريت يا جماعه لو بتسمع الفيديو او عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس وقول رايك في كومنت تشجيعا علشان انا اقدر اطور من نفسي. ويا ريت يا جماعه الكل، الناس اللي بتسمعني، ما حدش يعني ينزل الفيديو، زي ما انت تستفاد لازم تخليني استفاد، فخلي الاستفاده تروح للاثنين، يعني ما تستفادش انت لوحدك وتسيبني انا. لي انا لو ما لقيتش نفسي مستفاد اضطر ان انا اقفل القناه واشوف مصلحتي، عشان كل واحد ليه مصالح. انا بوفر عليك انك انت مش بتاخد كورسات، بوفر عليك الوقت، عشان انت لو هتاخد كورسات هتضيع وقت انت ورايح تاخد الكورسات، وهتضيع وقت انت وراجع من الكورسات، وهتضيع وقت في الكورسات نفسي. هتلاقي نفسك مفيش وقت انك انت تذاكر، هتروح تعبان، مش هتذاكر، مش هتقدر انك انت تفهم او تستوعب الدرس اللي انت خدته في الكورس اصلا. فانا بوفر عليك وقت، فزي ما انا بوفر عليك وقت وبخليك تستفاد، انت لازم تخليني استفاد، تمام؟ اتمنى من الله عز وجل ان يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.